يا صباح الخير يا حبايبي يا حلوين. اليوم بدي أعمل لكم بمناسبة قدوم عيد الأضحى إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، الله يعيدوا علينا وعليكم بألف ألف خير إن شاء الله. ورح أعمل لكم معمول المت بالجوز اللي هو اسمه راس الحية على الطريقة الخليلية الفلسطينية الأصلية، بنقدمه إحنا في الأعياد والمناسبات، وأنا بنصح فيه للعاملات اللي ما عندهم وقت يعملوا المعمول العادي. وهذا المعمول طلبه مني أخوي الله يطول بعمره أبو حبيب، بذكره بأيام الزمن الجميل. وهاي الوصفة ممكن نعملها معمول مد ومعمول عادي، ورح أشرح لكم. أنا عملت بالسميد بس ما كان في كتير واللغط أو أشياء مش فاهمينها، لأني عملت عادي وعملت كيتو وعملت بالكاكاو بنفس الوصفة. رح أشرح لكم وأنا بعمل هاي الوصفة، وهناك عملتها على كيلو ونص من السميد. هلأ خلينا نفوت بالوصفة ورح أحكي لكم عن الأشياء اللي بتتشابه واللي بتختلف عن الوصفة الماضية. تقريبا نفس الإشي بس في شغلات دخلتها بالحشوة. خلينا نبدأ بالمقادير. في عنا سميد ناعم، اللي هو سميد ناعم وسميد خشن، عبارة عن كيلو 600 جرام من السميد الناعم الفرخة، و400 جرام من السميد الخشن اللي هو سميد الهريسة. سميد الهريسة شايفين، وهنا السميد اللي مرسوم عليه المعمول اللي ما بيعرف بالسميد. هاي يا حبايبي رح نحط عليها 400 جرام من السمنة. بس شو كمان بدنا نحط عليها؟ خلينا نحط عليها النواشف ونعملها مع بعض. ركزوا معي بسرعة. نص كوب من السكر البودرة، هاي وصفة كتير سهلة وهينة إن شاء الله رح تحبوها. 2 معلقة حليب بودرة، وهون حطيت دقة الكعك لأنه هيك بالوصفة الأساسية كنا نعملها، منحط دقة الكعك في جوا السميد، مش زي هديك اللي أنا بعملها معمول عادي. وإنتم أحرار بدكم تحطوها كمان بالحشوة، أنا حاطة هون وهون. رشة ملح، رح أحط لكم المقادير بصندوق الوصف. محلب كمان لتعزيز النكهة، وهو محطوط بدقة الكعك، وكمان دقة الكعك رح أنزل لكم إياها. نص معلقة من المستكة طحنتها مع معلقة من السكر اللي هي 3 سنون، عبارة عن 3 سنون، وهي المحلب والمستكة كل مرة بفرجيكم إياه. وهنا بدي أحط كله موجود طبعا كله بدقة الكعك بس لتعزيز النكهة، كمان شوية من جوزة الطيب، نتفة صغيرة، ربع ثمن معلقة يا دوب. هدول هم النواشف، بضل عنا البيكنج باودر والمي، بعدين بس نريح السميد منفرجيكم إياها. خليني أنا ألبس كفوفي، وهلأ بدنا نبسبسها يا جماعة. 400 جرام من السمنة ممكن توصلوها للنص كيلو، يعني كيلو السميد ممكن يشرب لحد نص كيلو، بس أنا بكتفي ب 400، بحس هيك ممتازة للوصفة. وهيك بنضلنا نبس يا جماعة، وانتو بتعرفوا عملية البس. نسيت ألبس الكف الثانية أنا. هلا هيك بنضلنا نبسبس فيه لبين ما تتشرب حبات السميد شو اسمه السمنه. وهاي السمنه انا عامليتها خلطيتها سمنه عربيه مع سمنه نباتيه، وانتم بدكم تعملوها كلها نباتيه. سمنه الغزال كتير زاكيه، انا بتعامل فيها خفيفه وزاكيه، وبضلني ابسبس فيها لحد ما تتشرب، وبضلني طول النهار ابسبس فيها زي ما حكيت لكم بالمره الماضيه. بنضلنا نبسبس فيها بالايدتين، راح استخدم ايدي هاي. وهيك بنضل نعمل وبنتركها على المجلى، وبنضلنا رايحين جايين نبسبس فيها لحد ثاني يوم على الاقل يوم. وحكيت لكم لو بتضل معاكم هاي الوصفه سنه ما بصير لها شيء، اهم شيء تكون مغطيه ومغلفه وما بصير لها ولا شيء. هون انا الاختلاف اللي عملته اني حطيت دقه الكعك بالحشوه ورشه جوزه الطيب، وبالعادة أنا بحط المستكة والمحلب لأنه ما بيغير لون السميد. وإنتم أحرار، منضلنا نبسبس يوم كامل يفضل عشان تنجح معكم الوصفة. خلينا هلأ إحنا نغلفها
ونوديها لبين ما تتفتح حبات السميد. حكيت لكم اقل شيء يمكن 8 ساعات بتخيل منيح، بس انها اذا يوم او يومين انت بدك تعملي قررتي بتعمليها وبتضبيها لبين ما بدك تشتغلي فيها بكون احسن. غلفيها وضبيها. وهلا بدنا نشيل التغليف عنها ونرجع نبسبسها. طبعا انا بحتفظ فيها هاي برا، حكيت لكم عادي بجو المطبخ، اهم اشي تكون جافة، المكان جاف وما في شمس وبتضل معاكم. حكيت لكم من السنة للسنة ما بصير لها اشي عليها، السمنة بتحفظها. شايفين يا جماعة كيف الحبات مفتحة. هلا احنا شو بدنا نعمل؟ عادي زي اي كعك انا بعمل لكم اياه، وصرتوا انتوا تعرفوا طريقتي بالشغل. هلا في عنا بيكنج باودر هناك، انا حطيت على فكرة جزء من البيكنج باودر وانا ببس فيه، وبعدين رجعت حطيت بالعجين لان كنت عامله كيلو ونص وعملته على اجزاء، فكنت كل جزء اخذ منه ارجع احط له عشان اضمن انه البيكنج باودر ياخذ مفعوله وانا ما بحط خميره. هلا بدنا نعجن بعمليه اللم والردم، بسينا زي ما بدنا وعجننا مثل ما بدنا. هلا بعد المي، مي بحراره الغرفه، في عنا للكيلو من السميد كوب من المي، وهيك منرشح او منرشرش ترشرش. وعملية اللم وردم بتحركي انت الجاط وانت بتشتغلي، عملية لم وردم او عملية التقطيع. شايفين بلشت العجينة تلم معي، وما تخافوا من هاي العملية. وفي ناس بحبوا مثل الدحدح يحطولها هاي المعمول المد، يحطوا لها كركم او صبغه صفراء، وانتم احرار. انا بحبها بلونها. احنا ما بنعجن ولا بندعك، احنا بس بنرشرش. هي بلشت تلم على بعضها شايفين، بس لسه حسيتها شوي ناشفه شايفين. هاي هي هلا، يعني يمكن راح تاخذ الكوب تقريبا، الكيلو بياخذ كوب من الميه او بتحطوا له حليب، بس انا لاني حاطه حليب بودره فبكفي. هلا بس نخلص بدنا نفردها في صينيه، قطرها 30 او 32، بتيجي منيحه هذا الكيلو مع التجربه يعني. هيك هي شربنا كل الكوب اخذته، وانا بحكي لكم الاكواب المعياريه او اتخذوا كوب موحد للشغل تبعكم. وهلا طبعا هيك بتحسوها طريه كمان شوي، هلا واحنا بنشتغل فيها وعليها بيكنج باودر هلا بترتاح. خلاص هيك صارت جاهزه، خليني افرجيكم الفحص تبعها. شايفين هيها هيك شايفين، ولما بدكم تنزلوها بتتقطع معكم. ها شايفين، بس انا اذا بدي اشتغل فيها واعمل فيها، ها بدي اعمل فيها اي شكل. طبعا احنا بالعادة بنستنى عليها شوي عشان تشد حالها هيك العجينة صح. هلا بدنا نشتغل فيها وافرجيكم عملية الشغل، خليني ابعدها شوي ونبلش نشتغل بالصينية. بس شو بدنا نعمل هلا؟ في شغلة بدنا نعملها تقريبية، اللي هي احنا نقسم العجينة بالنص لانه بدنا اياها طبقة جزئين زي الدحدح. كيف عملت معاكم انا الدحدح؟ نفس الدحدح. خلينا نجيب الصينية ونشتغل مثل ما اشتغلنا بالدحدح. طبعا الصينية هاي حتى لو مش جرانيت، حتى لو انه ألمنيوم، تعرفوا احنا بالمعمول ما بنحط له زيت ولا اشي، من سمنته هو بصير يمد معانا. فاحنا هلا نبلش نمد بالجزء اللي حطيناه اللي هو النص الاولاني، وهيك تقريبا الاجزاء تقريبا بتيجي معنا تقريبا 2 سنتي، مش رقيقه ولا، وبنرفع عن الاطراف، ما بصير تكون رقيقه العجينه، وبنرفع على الاطراف عشان هلا بدها تيجي الحشوه. وهلا بشرح لكم عن الحشوه.
خليني امدها وارجع. وهلا هيك هيني بلبلتها ايدي بالمي، كنت ابلبل ايدي بالمي وامسحها لبين ما سويت الساطح ورفعت الاطراف. هيك الجزء الاولاني جاهز. خلينا نعمل مع بعض الحشوه، وهاي اصلا بدنا نعملها بالمنقاش، وعشان هيك في الخليل بسموها راس الحيه، راس الحيه لانه بنعملها بالمنقاش على شكل الحيه. هلا هاي الحشوه 250 جرام من الجوز، فرمته انا بالسكين. يا جماعه بدكم تفرموه بالسكين، خليني اشرح هون شوي. ممكن تفرموه وتحطوه بكيس بالمرقة، وانا فرمته كله بالسكين على ايدي. ممكن قبل بيوم وانت بتتفرجي على التلفزيون سهرانه تعملي، شايفين كيف مكسر؟ بدنا اياه تكسير خشن، عشان هاي تحديدا ممكن تعتمدوه حتى للحشوات العاديه للي بحب الجوز يكون طعمه ظاهر. 250 بدنا له 125 جرام من السكر، جزء منهم بده يكون ناعم بودرة، وجزء اللي هو بده يكون خشن. كمان رح انزل لكم المقادير، الناعم اكتر من الخشن بنحطه. وهي هون السكر الخشن، سكر ناعم وسكر خشن. في عنا معلقة صغيرة من دقة الكعك كمان عشان تعطينا النكهة، وهلا الريحة بتعبي البيت يا جماعة. هي انا حميت الفرن عشان هلا اشتغل. معلقه صغيره من القرفه، وما تكتروا قرفه لانه بتمرمر. نخلط المكونات كلها مع بعض، وشو بنعمل فيها؟ بنحطها على، خليني ابعد انا المي، بدنا نخلطها ونحط الصينيه، ونحطهم بالصينيه. هيك صاروا جاهزين، لا في مي ولا في قطر ولا في اشي. هاي الوصفه هيك بتنعمل في الخليل. انتبهوا بس للتوزيع، خليني اوزع بايدي انا احسن عشان يجي السكر مع الجوز في كل المناطق. وهاي طبعا انتم بتقدروا تزودوا بالحشوه وتقللوا، بس للكيلو اوقيه لحد 300 او 350 جرام من الجوز، ونصهم بتحطوا سكر. اللي ما بحب يحط سكر يحط سكرين، ما بعرف يحط اي محلي. اللي ما بده سكر هاي الكمية، بس هي بتطلع دل على انه الجوز والعجينة اصلا فيها يدوب الكيلو فيه نص كوب من السكر، فهيك بتطلع معاكم متوازنة. شايفين هايها هيك صارت منيحة. شو بنعمل بايدنا؟ بنضغط عليها عشان تمسك. شايفين الاطراف بلشوا يطلعوا لفوق معي، كمان بتساعد هاي على انه الاطراف كمان تتسكر على شو اسمه. حاولوا تظبطوا في المناطق الفاضية من الحشوة، ساووا السطح. هي هنا في سكر، هنا ما في كتير، خليني اخربط وارجع ادقها او اضغط عليها. بتضغطوا عليها بس كمان بخفية يعني، عشان بالفرن هي كمان تتزبط. هلا هيك خليني اغسل ايدي وارجع عشان ما يعلم السكر والقرفه على ايدي. وهلا راح ابلبل ايدي وارجع. انا راح اعمل هيك وراح امد كل باقي العجينه. شايفين الحشوه كلها والعجينه كلها لهذا العيار، كله بطريقه المد، بنمدها كلها ومنظبطها. بدكم تمدوها على كيس بصير، بدكم تمدوها بالايد هيك بصير، ممكن تمدوها على قياس الصينية بالبداية. حطوا بالصينية كيس تغليف الصحون ومدوه، وبعدين اسحبوه طلعوه هو والكيس، نص الحشوة نص العجينة. وبعدين بس تخلصوا تقدروا تحطوها، بس أنا بقدر استحكم فيها. وهيك بتكون، خليني أضبطها كمان بالماي، كله منظبطه. هلا انا ما بدي اطول عليكم، بس في فيديوهات اجباري بنضلنا نظبط فيها. خليني اظبطها واساوي السطح معاكم، ايدكم بالمي ومنظبط السطح ومننزل الاطراف. كمان الاطراف بتساعد على تسكير، ومنضلنا نسكر فيها شوي شوي بين ما تتسكر معانا كلها. وخليني ارجع لكم.
وهلا بالنسبة هي خلصتها هيك، ضليت يمكن ما بقدر انا كله على الشاشة، بدي 10 دقايق تظبيط على السطح، ابلبل ايدي مية واظبطها. ممكن تعملوها هيك بالشوكة اذا بدكم، بصير بدكم بالسكين تحززوها حزوز، بس اصولها اصولها في فلسطين، كانوا يعملوها بالمنقاش على شكل على شكل الحية، وكانوا شايفين هيك بنعمل. اذا بتحسوها مش راضية شوي بتصبروا عليها بس يجف السطح، بنضل نعمل بالطول او هيك بنمد على زي شكل الحية، ومنضل نمشي فيها زي هيك. بعدين السطر الثاني ان شاء الله يكون واضح معاكم بالعرض، شايفين؟ وهي بينت معنا الحشوة، احنا بدنا اياها تبين عشان تتنفس. رح اضلني اعمل هيك، وممكن انتو حكيت لكم تصبروا عليها بس شوي، نص ساعة او ربع ساعة عشان تزبط معاكم لانه المبلبلة. وهلا استنيت عليها انا نص ساعة لبين ما تشربت السوائل عن الوجه، وحكيت لكم بتعملوها زي ما بدكم في شكل مثل الشجرة، بس انا بدي اعملها عن جد زي على اصولها، زي الحية او راس الحية هيك بسموها في فلسطين. المهم واحدة بالطول، حاولوا تغرزوا الملقط، شايفين بس جفت ما احلاها صارت. يعني انتم مدوها واستنوا عليها كمان شوي، وروحوا اقعدوا هيك بمزاج، اقعدوا نقشوها، وبالاخير هي هيك بتطلع معاكم. وخلينا نوديها على الفرن، ما تستعجلوا يا جماعة، هيك بتطلع معاكم بتجنن. واهم اشي الملقط، يعني تغرزوه هيك منيح عشان تتنفس الحشوة، يعني ما تخافوا، حطوا الملقط هيك بالطول ونزلوه عشان ياخد كمية من العجينة او من السميد، عشان يطلع معاكم نافر وظابط بالخبيز. في ناس بتخبزه بالوجه اول بعدين من تحت، انا لا بخبزه من تحت، ما تخافوا ان شاء الله بتضل، وحتى لو ما ضلت واضحه كتير. وعلى درجه حراره 200 فرن محمى مسبقا على الرف الاوسط لبين ما يصير الدائر ذهبي، بنحمرها. لما بنضبها بنضبها بنحفظها بتبرورات او بالمضيفه مغلفه باكياس النايلون، اكياس الصحون. وبدكم تنتبهوا لها دائما دائما، معمول السميد بنشف اكثر من الطحين. وعلى الفرن فرجيكم مقتطفات من عمليه الخبيز. وهلا هيك يا حبايبي يا حلوين، صارت الاطراف هيا ذهبية بعد تقريبا ثلث ساعة من الفرن. انتبهوا للصواني، هذه الصينية سميكة، ها شايفين كيف بلشت تتفلت عن الاطراف. صوانيكم الومنيوم تيفال، انتبهوا اهم اشي تصير على الاطراف لونها ذهبي، بنرجعها على الفرن. شايفين ما راحت الرسمة. اهم اشي انه انا عاملة بيكنج باودر، ما بحب الخميرة، بتنفخ معاكم بطريقة مريحة بدون ما تتخمر وتخرب الرسمة او اي اشي يصير فيها. خلينا نروح على التحمير وبرجع لكم. وهي هيك خلصت وصفتنا، شايفين ما احلاها. هلا ما رح احط عليها السكر ولا رح اقطعها بتتكسر معاكم، انتبهوا لازم تبرد تبرد تماما، والسكر لازم تكون فاترة لانه اذا سخنة بدوب السكر عليها، واذا باردة ما بمسك، فبنستنى عليها لتصير فاترة ومنرش عليها السكر. اهم اشي انه انتو طبقوا الوصفة مظبوط، بتقدروا تحشوها بالفستق وبالتمر، وبتقدروا ترجعوا للوصفات تبعتي، في عندي سلسلة من المعمول بالكعك وبالسميد بالطحين وبالسميد، بتقدروا ترجعوا تاخدوا كيف بتعملوا الفستق الحلبي، وكيف بتحطوا الحشوة التمر، كيف بتتبلوها، كله موجود على قناتي. ودقة الكعك ان شاء الله بنزل لكم اياها. دايما لما تحمروا خلوا الصينية على الرف الاوسط، لا ترفعوها لفوق لانه بتنحرق، هيك بتتحمر من جميع الاطراف. دائما انتبهوا على الرف الاوسط من تحت ومن فوق، دائما على الرف الاوسط، شايفين بيطلع معكم اللون بجنن. انتبهوا لهاي، انتبهت لناس كتير بيحرقوا الحلويات لانه بيرفعوا الصينية لفوق، اتركوها تتحمر على راحتها. الحفظ حكيت لكم مزينها بالسكر الناعم، تتقدم جنب الشاي والقهوة. وكل عام وانتم بخير يا حبايبي، وبفرجيكم اياها بالعرض النهائي. واعملوا الحشوات اللي بدكم اياها، اذا انتم عاملات او مشغولات او في عندكم ظروف مش قادرين تعملوها وبتنفع للمعمول العادي، نفس الحشوة
وهي انا عملت لكم اياها عشان كان في لغط بالفيديو السابق، فيديو السميد اللي عملته على طريقتي وعملت فيه شغلات كتير. هذا واضح وسهل، تقدروا تحطوا دقة الكعك بالسميد، تقدروا اذا بتحبوا لونها فاتح تحطوه بس بالحشوة، وبفرجيكم اياها بالعرض النهائي. وهي احلى واطيب معمول مد بالجوز على الطريقة الخليلية الفلسطينية من مطبخ مريامة. وصحتين وعافية حبايبي.